بتبني معتقدات الآخرين أو رؤيتهم لتصنيف كلمة إرهاب أو لا. يا حضرتك اخي يا اخي، أعتقد طب ما يا إيه؟ بس يا بس ليه كان اسمعني بس. ليه عم تنظر علينا؟ لا انا مش بنظر عليك، انا بكلم الاستاذ اسماعيل عشان انا عارف ان الاستاذ اسماعيل هيديني فرصه اتكلم، فبعد اذنك وأنا عم بعطيك فرصة تتكلم، أنا ما راح أحكمك، أنا تفضل. يا استاذ عبد الرزاق، الاستاذ باسكال برضه هيديك فرصه وهو بيحاول يفهمك ان انت ممكن ما تقتنعش برايي، ان انت ليك قناعتك، احنا لينا خلاص سلوكك. يعني لما انا اطلع اشتم الناس ابقى ارهابي، لما يا اطلع استاذ، وصف اجيب صور ارهابي يا البنات استاذ، يا استاذ، يا دقيقة استاذ واحدة. اسماعيل، وصف ارهابي صعب جدا. انت حضرتك عارف يعني ايه ارهابي، فاهم يعني لما تصف شخص بالارهاب قول ليه لنا معناها انت بقى عندنا في يعني ايه مصر ارهابي؟ يعني. يعني ايه ارهابي؟ لا قول لنا بالنسبه لي انا ارهابي في مصر، بالنسبه لي انا يا ارهابي في اخي. مصر انا او اي ماليش حد. دعوة يا اخي، يا عبد الرزاق، انا ماليش دعوة بمصر والهند والعراق والسن. تمام. انا حطيت تعريف عدته ايوه النهارده 5 6 مرات، هو استخدام السلاح المادي او القانون او الدين في فرض آراء معينة على اي مجتمع ومحاولة منع الآخرين من إبداء آرائهم، ده يبقى إرهابي. أما أمسك بندقية وأقول لك لو اتكلمت هموتك أبقى أنا إرهابي. لما أقعد كل يوم أشتمك وأشتم أبوك وأمك وأولادك على الكلب هاوس وأقول لك كل ما تفتح غرفة هشتمك، أنا بحاول أرهبك أبقى إرهابي. والله تمام. دي مش عايزة مناقشة. لما الدولة تفرض علينا قانون ازدراء الأديان تبقى دولة إرهابية. يعني ازاي أنا يا استاذ حطيت اسماعيل بالله تعريف عليك؟ ينطبق على الجميع. تفضل. يعني ازدراء، يعني ازدراء الاديان ده مش بيجرح مشاعري كمسلم؟ يعني بالله عليك، يعني انت مش بتنادي ان احنا نحترم بعض ونحترم آه. مشاعر بعض وان احنا ما نسيئش لا لبعض؟ لا لا كيف؟ لا، أنا عمري ما قلت مشاعر دي. أنا قلت لا المشاعر نحترم اهم، بعض. ما هي دقيقة المشاعر واحدة. دي اللي قايمة عليها الانسانية يا يا استاذ أخي اسماعيل. بس بعدين اسمعني، أنا قلت يا أخي إن إحنا علينا احترام بعضنا البعض من حيث الحقوق والواجبات. أما المشاعر دي يا أخي، فأنا لو جرحت مشاعرك أنا إن شاء الله يعني المرة الجاية هجيب لك وردة وأقول لك سوري إن أنا جرحت مشاعرك، أوديك منديل يا أخي يا إسماعيل، تنشف دموعك. يعني أنت ما عندك إشكال يعني شخص. ايه ده، مين ده في عفوا، ايه؟ أنا نزلت، أنا نزلت، يتكلم أنا غير نزلت. دوره هينزل، وأرجو طيب. المودريتورز بس ياخدوا بالهم عشان في ناس اسمها نفسه شتيمة، فما نطلعش الناس دي ما بعد كده. يهمك يا ارتو، معلش يا ارتو، نحن بدنا يعني الموضوع كتير جدي، بدنا مساحات ترفيهية، أرجوكم موضوع جدي جدا بحاجة لشوية ترفيه يعني، معلش يا تفضل يا عبد الرزاق قول لنا. عبد الرزاق بدي اتداخل معك إذا بتسمح لي. يا عبد الرزاق اتفضل يا اتداخل اسماعيل، معك تسمح اتفضل لي؟ طيب اتفضل. يا سيد الكريم أرجوك، نحن لا نبغى وما عندنا نية ولا نقصد، أنا عم بحكي على الصعيد الشخصي وأنا متأكد أن أستاذ إسماعيل كمان أنا بعرفه من فترة، لا نقصد إهانة أحد عن قصد، يعني عن سابق إصرار وترصد، ولكن أنت مسلم مع احترامي للمسلمين للدين الإسلامي ولما يؤمنون به أو أغلب ما يؤمنون به، أنت مسلم وتطالب بمراعاة مشاعرك، والقبطي أخوك القبطي في مصر، حضرتك مصري نعم، ايوه تفضل. أخوك يعني لربما أخوك بالرضاعة كمان، أخوك جارك القبطي اكيد كمان طبعا. يطالب، باحترام مشاعري. أنا بدي أستحلفك بالله الذي تعبده، هل المجتمع في مصر بشكل عام ومن خلال أحداث آخر 10 سنين هل راعى مشاعر القبطيين؟ أستحلفك، طب أنا أستحلفك هل بالله، مشاعرك هل أنت بالذهب عندك ومشاعرهم من حديد؟ وقعة عفوا يا واحدة سيدي، يا تثبت الكلام صاحبي اللي أنت بتقوله؟ اسمع مني شوي، أنا خدني صديقك هلا، والله خدني صديقك، اسمع لي شوي. هل مشاعرك من ذهب لأنك مسلم ومشاعرك يجب أن تصان وتحفظ، ومشاعر القبط من حديد
وهي مشي حالك يعني فينا نحن نزدريها ساعة الودنة، أو حضرتك بتقام تؤمن أنك إنسان وهو إنسان ومشاعركما متساوية؟ جاوبني على هذا السؤال، وما تجاوبني بسؤال تاني. طبعا طبعا اكيد، ما مشاعرنا كل انسان مشاعره متساويه، سواء كان عندما مسلم يهود عندما كل. المسلمين عندما المسلمين في مصر وغير مصر يظهروا للعالم، عم بحكي مش عنك، عم بحكي عن المنظرين المتفلسفين المتأسلمين، عندما يظهروا للعالم خطاب فيه رحمه وفيه تعاطف compassion وفيه مراعاة لمشاعر الآخرين، دق على الباب لعندي وقال لي باسكال إذا بتريد وقف ازدراء أو وقف تهين مشاعري أو غير هيك. نحن لا نواجهك. اسمح لي أرد. طيب ما هو أنت كده عملت تتكلم يا باسكال بعد لا إذنك. بدي أختم الحديث مشان الأودينس تحت كمان ما يفهم الفكرة غلط، أنا لأنه نحن يعني أكثر من هذا 10 ثواني. نحن لا نستهدفك يا سيدي، أنت الإنسان المسالم ارفع انسانيته فوق كل اعتبار، انت لست هدفا ولا نهدف، والخطاب ليس لك. نحن نستهدف هؤلاء الذين يعتبرون ان مشاعرهم مقدسه من ذهب ومشاعر الاخرين تسوى شبشب. فهمت الفكره تبعي؟ ارجوك تفضل. طيب انا فهمتك وكل حاجه مفهومه، بس بالنسبه لي وبالنسبه لكل مصري حتى لو مسيحي، لو سالته وقلت له المعامله بينك وبين اخوك المسلم ايه؟ هيقول لك معاملة جميلة جدا، واسأل أي حد مسيحي في مصر وهيقول لك الحكاية. معلش يا أستاذ عبد الرازق، أنا يا باشا خليني أكمل بالله عليك. أنا طب برد على خليني سؤالك. أكمل. طيب أنتوا قلت وقعة واحدة، أنا عندي وقعة. يا جماعة بالراحة، مين اللي بيتكلم؟ أنا برد عليه يا أستاذ إسماعيل. برد عليه. أرتو اتفضل يا أرتو. هو كان بيقول هل عندك وقعة واحدة لاضطهاد ديني؟ انا بقول انا كمسيحي. طب احنا عدينا الكلام ده، خلينا نتكلم في المهم الجاي ده، فاهمني؟ دلوقتي انا بقول ان لو سألت اي مسلم واي مسيحي في مصر وسألتهم وقلت لهم هل في تفرقة بينكم؟ هيقول لك لا الدنيا ماشية جميل، واصحابي كتير مسيحيين وانتوا عارفين كده، وكل اللي هنا ليه صاحب مسلم لو هو مسيحي، وكل اللي هنا ليه صاحب مسيحي لو هو مسلم. فاذا ما ينفعش ان احنا نقول مثلا ما فيش مثلا عداله بينهم، والكلام ده الكلام ده كله غير صحيح بالمره دي. نقطه. النقطه الثانيه يا عبد الرزاق، يا رجل اتق الله. ايوه يا استاذ اسماعيل قول لي. طيب طب قول يا رجل اتق الله. طب قول لي يعني انت لو بحثت عني في جوجل هتلاقيني مؤسس، احد مؤسسي مؤسسة مصريين ضد التمييز الديني. يا رجل ده احنا عندنا تمييز ديني مخجل. انا متابع يا مخجل. استاذ اسماعيل، انا متابع كل كتاباتك وقرأت كتابك طيب، وعارف يعني عندنا تمييز ديني نستحي منه، يجب ان نستحي منه. تفضل. طيب هو اتكلم في التنظير وان احنا مش عارف ايه والكلام ده، هقول لك حاجه بقى. يعني بالنسبه لموضوع المسيحيين تحديدا، لما يكون المسيحي يطلع ويتكلم بشكل مسيء للاسلام، هنا بيستوجب الرد على المسلم، وبيستوجب الرد بما في الانجيل نفسه. تمام، مش بتكلم يعني من فمك ودينك كما قال يسوع. تمام، يعني مش بتكلم عشان انا عايز اتكلم، لا انا بتكلم عشان انت اتكلمت وانت صدق. يا اخي حرام عليك يا اخي، الغلابه هم لعلمك، لعلمك الاقباط متعصبين اكتر من الاخوان والسلفيين بتوعنا، بس بقالهم قرون يا اخي غلابه. عمرك سمعت قبطي طالع يشتم في الاسلام او القران؟ ما يقدرش يا اخي اسماعيل، ما يقدرش. ده واقع وعلى اليوتيوب موجود يا استاذ اسماعيل. ايوه أستاذ على اسماعيل. اليوتيوب بقى. ايوه على ايوه زكريا بطرس وشغل العيال دي دلوقتي. لكن انا بتكلم يا اخي طول عمرهم يعني مساكين واكلين يعني بالعصايا البيضة يعني. طب ما احنا كمان مساكين يا استاذ اسماعيل، واحنا يعني احنا عملنا ايه طبعا. استاذ اسماعيل طبعا احنا كمان مساكين طبعا. طيب معاك. احنا المساكين احنا بس. انتم مين؟ لا يا حبيبي كلنا مساكين. عبد الرزاق، انا اظن انه عبد الرزاق مش عم بيقدر يلقط طرف الخيط،
صحيح، زي ما هو عنوان الغرفة. يا عبد الرزاق أرجوك ايوه صيغة الاتهامات المبادلة لتبرير مواقف معينة، هي لا، صيغة انت غير. اللي بدات المسكال، انت اسمع اللي لي بدات يشان، شوية، انت اسمع اللي لي دخلت في الموضوع يا مش انا عبد والله. الرزاق، لا اذا لا اسمع اذا سؤالي تسمح لي للآخر باسكال، تفهم علي. باسكال عفوا يا باسكال لا عاصم، لحظة عاصم، انا عم بحكي، لحظة حاعطيك فرصتك عاصم، انت صديقي. عبد الرزاق، وقت انا بقول مداخلة طبيعية، يعني بعطي السؤال كامل، انت حيكون اهيان لك ترد، والاودينس يلي موجود تحت يلي لازم حقه انه يسمع السؤال كامل ليسمع ردك كامل. فارجوك، نحن عم نحكي عن الارهاب وكيف يمارسه المتاسلمون في المجتمع. فاذا نحن اذا فتحنا مواضيع جانبيه هذا وهي لا تمت للموضوع او لصلب الموضوع بصله، فهذا لن يغنينا. نحن اليوم امام حاله معينه، حضرتك بتعرف هالحاله وبتعرفها كثير منيح، وهي سبب وجودك في الغرفه معنا. انا بعرف خلفيتك واستطيع ان استنبط ما هي خلفيتك، وانا احترمك، انا احترمك، ولكن عندنا سؤال جوهري: كيف يمارس المتأسلمون في المجتمع الإرهاب ضد الآخرين؟ هذا هو. إذا كان عندك طيب أنا مداخلة هتكلم في بهالموضوع نفس أنا بدي الكلمة. أتشكرك، أنا بدي أتشكرك، ولكن خلينا تسلم. بصلب الموضوع إذا بتريد. حاضر حاضر ماشي، أنا هتكلم تفضل في صلب تفضل يا الموضوع غالي، وهرجع تفضل يا وأقول غالي. تاني يا جماعة. إذا طيب ممكن اتفضل يا أنا أسألك عبد الرزاق، أكيد الإرهاب اتفضل. الأستاذ إسماعيل تكلم أنه هو عمل جمعية مصريون ضد التمييز الديني. لا أيوه تلاحظ ان في مصر تمييز ديني ضد حتى نفسهم المسلمين فيما بينهم تجاه المذاهب، مثلا مقتل الشيخ حسن شحاتي بطريقه يا لهوي، مقرفه طب ما هو ارهابيه كده اثار بيتيجي. بص ضجه. بص بص يا قاسم، بص انا هل هقول لك كان حاجه عشان هذا اسلام؟ شكرا يا جزيلا. حبيبي يا حبيبي انا هقول لك حاجه. في كل العالم هتلاقي في اختلافات، تمام؟ هتلاقي في اختلاف بين مسلم ومسلم، وبين مسيحي ومسيحي، وبين مسيحي ومسلم. فما ينفعش انت تجيب لي واقعتين ثلاثه اربعه وتقول لي بص اصل المسيحيين مضطهدين في مصر ومش واخدين حقوقهم وكذا وكذا وكذا، وتبني اوهام على عليك يعني، او في افكارك تبني اوهام كتيره كده وتفضل أحسنت تقول لا لا لا. أحسنت أحسنت تفضل بس أحسنت، أنا طيب أعيدك تمام. الفكرة، تفضل كفي، تفضل طيب انا أحسنت. هتكلم بقى بالنسبه للتوك، تمام؟ انا لما سالت الاستاذ اسماعيل هل الازدراء يندرج تحت ان انا لو حد سبني او شتم معتقدي ان انا ما ردلوش الاساءه وان انا كذا وكذا، قال لي لا قانون الازدراء ده ما ينفعش، واللي حطه كذا واللي حطه كذا. فانت كده بتميز يعني، انت في عندك بس يا ازدواجيه عبد في الرحمن، المعايير كده. عفوا اترد حبيبي، انا بالقول، اسالك اترد سؤال. بالقول، اترد لحظه بالقول قاسم، بنفس طريقتك. قاسم صديقي لحظه شو. قانون الازدراء في مصر اولا هو قانون من السبعينات، وهو قانون وضعه محمد يا الله محمد علي، السادات، محمد مرسي، لا 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 محمد لا مرسي، لا انور محمد السادات، مرسي محمد مين يا انور عم؟ السادات، لحمايه الاقباط في فترة معينة من تاريخ السبعينات تاريخ مصر، ولكن استعملوا المسلمين لكي ينتقموا من الأقباط ومن المنظرين على دينهم. والدليل يا سيد الكريم، كل الدعاوى التي تخرج كل يوم من النيابات العامة والتي هي تحت مسمى ازدراء يا الأديان، بسكال كلمني في الواقع، مالكش دعوة هذا الواقع، بالكتابات هذا والكلام الواقع يا يا بسكال. انت ابني، هذا فهمني، انا الواقع. بسألك في حاجة معينة، بس يا الواقع عبد بيقول ايه؟ الرزاق، يا عبد انت ممكن الرزاق، تفضل تتكلم ساعة بس الواقع بيقول ايه؟ قتل، اسمع يا ابن الحلال، اسمع علي جيدا، انا بدي اعطيك هالمعلومة، انت بتصدقني ما بتصدقني، بتقبل افكاري ما بتقبل افكاري، بتفكر لحالك، تعمل عقلك، انت حر، ولكن اسمع اسمع ارجوك. قتل فرج فوضى في وضح النهار 1992 مكتبه بوجود ابنه وصديقه، قتل، وهو ايوه قتل باسم الدين، عفوا يا سيدي، قتل باسم الدين. انا سافترض انها حادث شخصي زي ما حضرتك عم تقول، وحادث فردي، لماذا نعممه على المجتمع؟ طيب انا رح اروح انا وياك سوا وندخل على الغرف المسلمين يلي هي بتضم 200 و300 نفر، وهي فيها منظرين وفيها مفكرين وفيها لاهوتيين مسلمين او فقهاء مسلمين اللي ده بدك، رد فعل، رد فعل، رد فعل، وساسال السؤال، لا لا ساسال رد فعل، السؤال، عشان انا بقالي 10 سنين في الحوارات دي والله، رد فعل مش اكتر. اسمع معي شوي، اسمع،
أنا سأسأل السؤال بعد 30 سنة، هالحادثة عمرها 30 سنة، سأسأل هؤلاء المنظرين، يا سيداتي وسادتي، هل كان يجوز قتل فرش فودة؟ وأنا متأكد وأنت ستصدم بالجواب أن 100% من الأجوبة، لنكن واقعيين، 95% من الأجوبة ستكون نعم كان يجب قتل. سيدة هي حادثة فردية ولكنها مفهوم مجتمعي. فأرجوك فكر. شكرا باسكال. هو الخلاف حيكون يعني الخلاف الوحيد حيكون هل من حق الأفراد أن يقتلوه أم هذا من عمل الدولة، ولكن الإجماع 90% حيقولوا كان يجب أن يقتل. صحيح. تفضل بقى يا عبد الرزاق عشان نخلص. يلا حبيبي. حاضر حاضر. كان يجب أن يقتل، هل هذا الفعل مطبق دلوقتي يا أستاذ إسماعيل؟ ليه أنا بتكلم في حاجات مش موجودة؟ أنا دلوقتي لما ليه هو تقول... اللي حصل لنجيب محفوظ كان إيه؟ وسجن لهو. إسلام بحيري كان إيه؟ وسجن عبد الله نصري كان إيه؟ شوف كل دي. شوف ونصر حامد أبو وجود زيد كان إيه؟ وجود قانون ونصر أبو زيد كان إيه؟ وجود قانون فاشي مسلط على رقاب الجميع، عمل إرهابي من الدولة قولا واحدا. طب هتسمح لي أختم بقى، وهختم بجملتك. يا حبيبي تفضل من غير مقاطعة كمان. يلا حبيبي يا أستاذ إسماعيل، فأنا ممكن أقلد حضرتك في جملة واحدة؟ طيب تفضل. ماشي يا أستاذ إسماعيل. طب هختم. تفضل يا عبد الرزاق. تفضل يا عبد الرزاق. يعني يا جماعة احنا بنقول ان الارهاب مش من الاسلام، وان تعاليم الدين الاسلامي بتقول ان ما ينفعش اللي يعني الناس اللي بتعمله ده، ويجب ان نحترم كل شخص في هذا المجتمع، ولكن بدون اساءة للمعتقدات والمقدسات يا استاذ اسماعيل. هلا بيكونوا عم